الطرق المدرسية عبر المناطق النائية، المناطق التي لا زالت في حاجة ماسة إلى تدعيم، لا سيما بالنسبة لأبنائنا المتمدرسين في بعض المناطق اللي هي مناطق منعزلة. وهذه حصة تقريبا حصة إضافية في إطار الدعم الذي يقدمه صندوق الضمان والتضامن الجماعة المحلية من خلال وزارة الداخلية والجماعة المحلية وتعيين العمرانية. اليوم أشرفنا على توزيع مجموعة من هذه الحافلات لفائدة بعض بلديات الولاية، وهي حصة تكميلية، وهناك حصص أخرى مبرمجة خلال هذه السنة بإذن الله. الوطن لسنا يعني بمفردنا، فكل الولايات تدعمت بهذه الحافلات من خلال صندوق الضمان والتضامن الجماعة المحلية. هذه ليست الحصة الأولى ولن تكون الحصة الأخيرة، ففيه يعني تدعيم صورة تدريجية لكل البلديات التي تبقى في أمس الحاجة إلى هذه الحافلات. سيدي عبد الرحمن.